حول نفس الموضوع ينضم إلينا من لاهاي الباحث في شؤون القوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم. دكتور باسل أهلا وسهلا بك معنا. إذن يعني كما ذكر مرسلنا موفدنا إلى يريفان بدأ بالفعل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منطقة المعارك، وحتى الآن يعني منذ ساعات قلائل ملتزمة الطرفان بوقف إطلاق النار. هل يعني ذلك نجاح مسار موسكو في إلزام الأطراف بهذه الهدنة وبوقف إطلاق النار، أم أن هناك شكوك حول صمود هذه الهدنة؟ مساء الخير. بالفعل يعني إطلاقك تسمية مسار موسكو قد يكون دقيق جداً إذا لاحظنا طبيعة التصريحات المتبادلة سواء من الجانبين الأرمني والأذري أو حتى ربما توجهات موسكو. استمرار هذه الهدنة يعتمد طبعا على النوايا الأساسية التي لدى كل من الجانبين باكو ويريفان، لأن الاتفاق فيه شق أيضا سياسي. الهدنة اليوم مرتبطة بتبادل الجثث والأسرى وفق قواعد الصليب الأحمر، يعني إنسانية، لكن الشق الآخر متعلق بالعملية السياسية وعودة الأطراف للتفاوض أو إحياء العملية التفاوضية المستمرة منذ أكثر من 25 عاما. لكن باكو في تصريح أعتقد لوزير الخارجية باتت تنظر إلى فرنسا بأنها طرف غير محايد، ومعروف أن فرنسا بالإضافة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية هي الدول التي ترأس مجموعة مينسك تحت مظلة. ولكن قبل أن نذهب إلى ذلك دكتور باسل، ذكرت أنه هذه الهدنة هي لأسباب إنسانية وهي بالفعل تبادل الأسرى والجثث برعاية الصليب الأحمر، لكن تبقى الجوانب النقاط السياسية ستكون محل نقاش مستفيض بين الطرفين خلال الفترة المقبلة. ولكن الالتزام بوقف إطلاق النار حتى لو بشكل نسبي، ألا يشكل أساس يعني جيد لالتقاء الطرفين على النقاط السياسية المختلف عليها فيما بعد؟ بالتأكيد، لأنه يمهد أو يعكس حسن النوايا بأن العملية السياسية أو التفاوض يمكن أن ينطلق. لكن أيضا علينا عدم إغفال حقيقة أن الطرفين سواء الأذري أو الأرمني باتوا أيضا بحاجة استراحة محارب لإعادة التقاط الأنفاس بعد أسبوعين متواصلة من العمليات القتالية. لكن مرور 10 ساعات على الاجتماع الذي جرى في موسكو بين وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية، استمر اجتماع تفاوض 10 ساعات حتى استطاعوا بالخروج في هذا البيان، يعكس حقيقة الشرخ المتواصل. يعني مواقف الطرفين لم تتغير. رأينا تصريحات من يريفان تؤكد أن هذا الإقليم هو جزء من أذربيجان جزء من أرمينيا وسيبقى. بالطرف المقابل يؤكدون أنه لن يكون هناك أي تفاوض أو حتى استمرار للهدنة ما لم تنسحب أرمينيا من الأراضي الأذرية أو على الأقل تحدد جدول زمني. هنا وفي ظل هذا التشنج من الطرفين دكتور باسل، هل برأيك تتوافر الضمانات لالتزام الطرفين بهذه الهدنة والتزام كل طرف بوقف إطلاق النار من جانبه؟ بالنظر إلى تجربة 25 سنة الماضية بالتفاوض في هذا المسار، يبدو أن لا أحد قادر على إعطاء ضمانات حقيقية. لكن هنا لابد من الإشارة إلى إن أمكن تسميتها اللعبة الخطيرة التي قادتها الدول الكبرى أو حتى المجتمع الدولي المعني بهذه الأزمة. فمن طرف نجد كل التصريحات الرسمية من معظم الدول بأن يجب الحفاظ على وحدة أراضي أذربيجان، وأي حال يجب أن يكون بتنفيذ القرارات الدولية. طبعا هناك 4 قرارات مجلس الأمن تطالب أرمينيا بالانسحاب من الأراضي الأذرية. في المقابل تركوا أرمينيا تسيطر على هذه المنطقة ولم يقدموا أي اعتراف قانوني بهذه السيطرة. يعني تركوا الدولتين رهن المساومات والتوافقات بين معظم الدول سواء الإقليمية أو الدولية، وجعلوا كل من باكو ويريفان دوما تبحث عن حلفاء جدد
وتقيم علاقات توازن مع كل الأطراف استعدادا لحسم هذه المعركة. طيب يعني ما تقوله دكتور باسل أنه أريد منذ ذلك الوقت أو منذ ذلك التاريخ، وهو أيضا عدم الاعتراف بهذا الإقليم الانفصالي دوليا، أريد لهذا الباب أن يظل مفتوحا لما بعد للمساومات كما ذكرت المستقبلية سياسيا، لكن الآن مع كل الضغوط الدولية، تصريحات الفرنسية التي أشرت إليها وتصريحات الرئاسة بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، دخول تركيا على الخط، أيضا روسيا ودخولها على الخط، هل أريد لهذا الباب الآن أن يغلق؟ هل تتوافر الإرادة الدولية لذلك الآن؟ لا يبدو ذلك. يعني التصريحات الفرنسية بات ينظر إليها من الجانب الأذري بأنها غير محايدة، وبالتالي هذا يهدد بنسف مسار مجموعة مينسك. لذلك أنا قلت توصيفك دقيق عندما ذكرت مسار موسكو، هذا يعني أنه من الممكن أن يبدأ مسار جديد وربما بأطراف دولية وأقليمية مختلفة عن مسار مينسك. معروف أن عندما بدأ مسار مينسك كانت الظروف الدولية والإقليمية مختلفة تماما. في موسكو كان هناك رجال يسيطرون على الكريملين، توجهاتهم غربية ليبرالية، لذلك كان يمكن في ذلك الوقت التواصل مع واشنطن لتفاهمات. اليوم التوجه، من يتزعم الكريملين لديه توجه مختلف تماما، على العكس هناك تناقض في كل الملفات مع واشنطن، بالتالي هذه القضية ليست توافقية، ستضاف للملفات الأخرى المعقدة في علاقة موسكو وواشنطن. بالإضافة طبعا لموقف موسكو المتوازن هذه المرة، والذي ينظر إليه من الجانبين الأذري والأرمني كوسيط محايد، يعني على الرغم من وجود تحالف استراتيجي بين روسيا وأرمينيا، إلا أن أيضا موسكو تربطها علاقات جيدة مع باكو. شكرا جزيلا لك من لاهاي، الباحث في شؤون القوقازة دكتور باسل الحاج جاسم.